إيران بعد ما لجأت إلى روسيا والصين وسلمت كل أوراقها حقيقة إلى روسيا والصين، يعني أمنيا اقتصاديا نفطيا إلى آخره، حتى يعني تجد مجال للمناورة ضد أمريكا وأوروبا. هذا ساعدها في مرحلة ما، ولكن نفس هذا السيف ماكو ممكن يكون أيضا على رقبة النظام في إيران. ليش؟ لأنه الصين وروسيا صحيح عندهم منافسة مع الغرب ومع أمريكا، ولكن لن يسمحوا لإيران أن تهدد أمريكا أو أوروبا بهذا الشكل المباشر. إيران تدرك ذلك، يعني مجال المناورة اللي تسمح لها الصين وروسيا قليل جدا، فبالتالي هي تهدد، هي تستخدم خلينا نسميه الحرب النفسية، أو تستخدم الفصائل، أو تضرب ضربات لا توجع لا أكثر، وأمريكا تدرك ذلك. فبالتالي هي مثل ما قلنا هي في مأزق، ومجال المناورة ضيق جدا بالنسبة لها، وتدرك تماما إذا هي خرجت خارج مجال المناورة المسموح لها به من قبل الصين وروسيا، الصين وروسيا حتسلم إيران يعني على طبق من ذهب إلى أمريكا. فمثل ما قلنا هم في مأزق حقيقي، وأنا الحقيقة ما أقدر أتكهن كيف راح يخرجون من هذا المأزق إذا ما يقدمون هذه التناصح. طيب إذا إذا قدموا عفوا هذه التناصح، دكتور عن المقاطعة، إذا كانوا في هذا المأزق الذي تفضلت به، لماذا حتى هذه اللحظة حتى هذه الساعة هم مستمرون في عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يقبلون في عملية تبديل الذاكرات للكاميرات الخاصة بالوكالة، لا زالوا يعني متعنتين في المفاوضات، لماذا برأيك؟ يعني على ماذا يراهنون هنا؟ مو قبل شوية قلنا دكتور أحمد أكو عدة عوامل. العامل الأول العامل الداخلي، هذا النظام دائما ما يدعي المظلومية، دائما ما يطرح نفسه على أنه ضحية وأن العالم كله ضده وما أعرف إيش، يعني خطاب المظلومية هذا معروف. حتى إحنا بعض الفصائل والأحزاب عندنا بالعراق تستخدم نفس خطاب المظلومية والمؤامرة، دائما هنالك مؤامرة، دائما هنالك بس هم نفسهم المؤامرة، نفس الشيء في إيران. فهو بحاجة إلى أن يطرح نفسه كضحية. ليش؟ لأنه حاول أن يستفز إسرائيل وأمريكا بعد ما ضرب هذه الباخرة الإسرائيلية، كان يعتقد بأنه راح يصير ضربة قوية من قبل أمريكا وإسرائيل، هذه حتى تعيد خلط الأوراق ويجمع الشعب الإيراني خلفه على اعتبار أنه في حرب مع إسرائيل وأمريكا، ويطرح نفسه كضحية. إحنا مثل ما قلنا المرة الماضية إسرائيل وأمريكا ما راح ترد عليه، ما راح تنطي يعني الخدمة هذه، ما تقدم الخدمة هذه، تورط هو. فبالتالي يبحث عن خلينا نسميه بديل يطرح نفسه كضحيه بالداخل حتى يكسب صوت الشعب الايراني. هذا من نقطه. النقطه الثانيه يحاول ان يكسب الوقت من اجل ان يطور خلينا نسميه تخصيب اليورانيوم او بالصواريخ البالستيه بعض الشيء حتى يستخدمه كورقه بالمفاوضات مالته، حتى يطرح نفسه كفاعل قوي على طاوله المفاوضات. الان هو يدرك هو في موقف ضعيف، ما عنده اوراق يلعب بيها، فبالتالي يبحث عن اوراق جديده حتى يقدر يستخدمها من اجل ان يعني ايران او الاتحاد الاوروبي يقدم بعض التنازلات، بس هذا ما راح يصير.